سؤال تمديد خانة الواجب. دحين أنا سويت الواجب الآن ولسه ما أرسلته للطلاب، أوكي؟ طيب هسوي إرسال واجب، هروح هنا في الخانة هذه كده، هضغط على إرسال واجب، أوكي؟ يلا ضغطنا على إرسال واجب. تاريخ بداية الواجب إيش أسوي؟ أضغط عليها بس، هيجي لي تاريخ زي ما أنت شايف، الأخ الزميل أو الأخت الزميلة مثلا اليوم 23 شعبان، أضغط على كلمة هضغط على الرقم نفسه، هذا 23، بضغط على كلمة على 23. حلو، ها ضغطت على 23، خلاص دحين بداية الواجب 23. وقت الواجب 2:30 مساء، هذا 2:30 مساء، ماشي خلي 2:30 مساء، ما هتفرق وقت بداية الواجب عادي. طيب تاريخ نهاية الواجب أضغط عليه في الوسط، أضغط عليه، ترى انتبه هيجيلك نفس التاريخ اللي حطيت فيه الواجب، هتضغط على السهم حق الشهر، فينه؟ هذا هو كده، هذا السهم تضغط عليه. حلو، ضغطنا عليه. ابغى رمضان انا، خلاص رمضان مد الشهر مثلا، خلي الواجب شهر، تبغاه شهر في اليوم اللي تحبه مثلا، انا ابغى الواجب شهر مفتوح ما هي مشكلة، ابغى اسبوع، ابغى 3 اسابيع، وليكن مثلا خليه ينتهي بنهاية يوم الخميس 8 او 15، انا ضغطت على 15 هنا، خليه ماشي 15 ما هي مشكلة الخميس، يبقى انا كده اعتمدته الخميس. طيب انا لسه ما خلصت بعد، وقت نهايه الواجب الساعه 2:30 يوم الخميس 15 رمضان، الدرجه اعتمد الدرجه، حطها مثلا الدرجه من 1 درجه واحده. طيب الطلاب المستهدفين، في طلاب محددين ولا جميع طلاب المقرر؟ لو عندك فصول غير المعلمين اللي بتدرسهم خلاص، انا مثلا بالنسبه لي امسك صفوف ثالث كامل في المدرسه، فهضغط على جميع طلاب المقرر المحدد، ودحين اضغط كلمه حفظ، دحين حفظ حفظ، خلاص كده شوف ما تحفظ. ليش؟ حقول تاريخ وقت البداية يجب أن تكون أكبر من الوقت. شوف الرسالة اللي جتني، كويس أنا تعمدت أن أسوي عشان نشوف المشاكل اللي بتحصل. طيب كيف يعني يا أستاذ؟ كيف حقول تاريخ وقت البداية يجب أنها تكون أكبر من الوقت الحالي؟ يعني تعديها حتى بيوم، يعني اليوم 23 أخليها من بكرة مثلا، كده تضغط عليها 23، لا خليها من بكرة 24 شعبان. حلو، انا عدلتها الان، يلا حفظ، اديله حفظ، خلاص تم ارسال الواجب بنجاح، وكده الواجب صار موجود. ايوه موجود، اسوي كده تحديث للمنصه، ترى انا شغال من على الجوال مو من على اللابتوب، شوف كيف تم عمل الواجب خلاص، وتم ارساله تمام التمام، ما عندك اي مشكله، الواجبات تم ارسالها. انا خليت مصدر الواجب كتاب النشاط، وحطيت الصفحه والتدريب، وارسال الواجب قلت له خارج النظام، خارج النظام على اساس ان الطالب يجيبه لي في المدرسه واصححه له، تمام. لو تبغى واجب من المنصه في بنك الاسئله، بس ما اظن في المنهج هذا في بنك اسئله او اسراءات، ما اعتقد يعني. بالتوفيق للجميع، السلام عليكم ورحمه الله.